صلي على محمد نيابة عنكم جميعا وعن أهاليكم وذراريكم نتقدم بالعزاء صاحب العصر والزمان استشهاد جده الحسين سلام الله عليه وأرى أجورنا وأجوركم بمصاب عبد الله الحسين واجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه المهدي رب دمعي لبيك يا حسين يروى أن صاحب الزمان سلام الله عليه وعجل الله على فرجه الشريف قال ألا يا أهل العالم ويعيدها خمس مرات ألا يا أهل العالم دون أي جهاز مايكروفون أو برنير أو أي جهاز للصوتي كل العالم بيسمع ألا يا أهل العالم فيسمع كل إنسان بلغته العربي بعرف يسمع عربي والإنجليزي يسمع إنجليزي وهكذا في القارات الخمس أو القارات الست في العالم الست في العالم ويكمل الإمام ألا يا أهل العالم أن جدي الحسين قتل عطشانا ألا يا أهل العالم سحقوه عدوانا فلبوا معي يا فار الله يا فار الله حاء وسين آيات الجنون حاء وسين ويا ونون تلك آيات الجنون فلاديمير بوتين الشيعة عقلاء في أمور كثيرة لكنهم مجانين جدا عندما تتعلق أمورهم بالإمام الحسين عليه السلام فلا فائدة من محاربتهم في هذه القضية لأنهم سوف ينتصرون اللهم صل على محمد وآل محمد والآن مع آيات من اللطيف الحكيم يتلوها علينا المقرئ الحاج السيد محمد صبح فليتفضل مصحوبا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Thank you.
قالوا حام بازي
ولدهما المرحوم الحاج محمد بسام غازي متبرع كريم عن روح المرحوم محمد رشوني ولائقة عنكوني الدولار، وعن روح المرحوم الحاج محمد عبد الله برو ومتبرع كريم عن روح المرحوم الحاج محمد سليم أحمد وزوجها الشهيد ووالديها الشهيدين $60، متبرع كريم عن روح المرحوم المرحوم محمد بسام بسي ولشفاء عباس ابن نجاح وسوسن ابن النجاح، وعن روح المرحومة سمر أحمد الحسيني ومنى أحمد الحسيني والسيد أحمد الحسيني والمرحوم الحاج حسن علي شحرور، إلى أموات من ذكرنا السورة المباركة الفاتحة. إلى أرواح المرحومين موسى عبد الأمير بسي، كامل عبد الأمير بن عبد الأمير بسي، علي بن سهى، حسين علوية، نداء حمود، وجميع الأموات. عن أرواح شهداء كربلاء، وأرواح أموات الدكتور رضا إسماعيل، وأرواح أموات المسلمين، $1000، أعتقد أن أعطاني الشيك أعطيته $1000 الدكتور رضا. $100 متبرع كريم، $20 عن روح أبي عبد الله الحسين، عن روح أموات الحاج محمد سليم أحمد، عن روح الإمام الحسين عليه السلام، عن روح والدي مريم عجمي وأرهيب الحاج فاطمة عجمي وأولاده $100، فات عن روح الدولار متبرعين عن الهريسي، أموات المتبرعين عن الهريسي، أموات أرحام أموات سليم أحمد. وعن روح المرحوم الحاج أبو كيد بزي، إلى أرواح الجميع سورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. وعن روح ومن الأخ أبو عقيل محمد صبح $500، عن روح أبي عبد الله الحسين عليه السلام ولشفاء خاله الحاج علي سليم أحمد، وعن المرحوم الحاج حسن كامل كركماس والمرحومة سليم أحمد، إلى أرواح أموات من ذكرنا ولشفاء الحاج علي سليم أحمد، نقرأ سورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. نذكر بالمسيرة التي العشوائية التي ستنطلق صباحا من مدرسة فولسون وتوصل المسيرة إلى بارك فورد وودز. نرجو المشاركة لأنه نحن سبانسر موجودين على لائحة هالمسيرة. نتمنى المشاركة في سبيل الحسين عليه السلام. فالآن عند اثنين قرآن كريم رجونا من لبنان بالعربي إنجليزي، ورق ممتاز جدا، ورق مصقول جيد مش من ورق الناشف الرخيص، ومحطوط بثلاث لغات بحسين، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، واللغة اللي بتقرأ إنجليزي بس تكتب عربي. بحكي عنا بس كتابين، نتمنى إنه حدا يخذهم حتى نقدر نسدد، في عنا $10,000 اليومين بدنا ندفعهم لأجل عاشوراء للقارئ ولغير القارئ وبالليل ودفعات علينا، فهذه ما بتقلش عن $10,000. نتمنى انه يعني كل محتاجين لكل قرش احنا في سبيل هذا النادي الحسيني، احنا نظل مستمر معكم ان شاء الله سنوات وسنوات من الامام. ف القران الكريم احنا مش رح نعمل له مجال علني، القران الكريم انجليزي عربي
وباللغة اللي بتقراها انت. مين بده يأخذ الكتاب الكريم يكون عنده، خاصة اللي بعضهم بيعرفوش انجليزي عربي منيح، لغة عربية منيح. طيب بعد ما خلص ان شاء الله. والآن مع كلمة إمام ومؤسس هذا المجلس والصرح العظيم المجلس الإسلامي في أمريكا مع ذكرى العاشر وتصوراته هذا الإمام المحترم المبشر الذي كلنا نحبه، تصوراته في هذا اليوم، فنستقبل الشيخ الدكتور محمد علي بن روح وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين سماء الدين بالشمس والقمر محمد وعلي خير البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأكرم المبعثين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم. السلام عليكم أيها المحبون أيها الموالون يا ضيوف أبي عبد الله، ورحمة منه وبركاته. إن اللسان يعجز أمام هذه التي قام بها الإمام الحسين عليه السلام، فكما أن القرآن أيها الإخوة والأخوات هو المعجزة الخالدة لجميع أنبياء الله ولخاتمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، فإن شهادة الإمام الحسين ومدرسة عاشوراء هي خالدة بخلود الدهر. من هنا نستطيع أن نقول أن الوحي ختم بشهادة أبي عبد الله الحسين، لأن هذه الشهادة هي التي أحيت الإسلام وجعلت هذا الدين بهذه العظمة وبهذه العزة وبهذه الكرامة. إن من يقف اليوم ويشاهد الفضائيات، طبعا فضائيات أهل البيت، وكيف أن الملايين من البشر في المعمورة كلها، لا يوجد بلد في العالم على الإطلاق فيه من المحبين لأهل البيت إلا ويقيمون هذه المراسم ويحيوها بحبهم وولائهم لأهل البيت
عليهم أفضل الصلاة والسلام. وحينما أقول إن عاشوراء معجزة مستمرة فأعني ما أقول، لأن كل المبادئ التي جاء بها الأنبياء إنما أحيت بشهادة أبي عبد الله الحسين، ولولا شهادة أبي عبد الله الحسين لكان الإسلام يقرأ في التاريخ كما تقرأ الحضارة السومرية والبابلية والحضارة الفرعونية وغيرها من حضارات العالم. اليوم 7 ملايين من المحبين والموالين اجتمعوا، 7 ملايين الله أعلم، يمكن أن تكون هناك ملايين أخرى ولكن ما أحصوها، يعني هذا التغييرات. وفي العام الماضي كان في زيارة 40 22 مليون هؤلاء. والله لو رأيتم بعض الشياب وبعض الكبار في السن وهو محدود بالظهر جاء لزيارة أبي عبد الله من العمارة وهي تبعد مئات الكيلومترات، ربما 300 كيلومتر أو أكثر أو أقل عن كربلاء، قالوا له: أنت أيها الرجل الكبير كيف أنك أقدمت على هذا المشي؟ تشوفه يركض. قال: شوقا إلى الحبيب، شوقا إلى أبي عبد الله. هذه الجماهير التي تتحدى الموت وتتحدى كل شيء ولا تخاف شيئا على الإطلاق وتتمنى الشهادة، من الذي يستطيع أن يقف في وجهه؟ والله إن الكلمات لعاجزة عن هذه الظاهرة التي من ورائها الذي خلق الحسين عليه السلام. أيها الأخوة والأخوات، هي كنبوة، أصل من أصول وجود هذا الكون. يعني إذا لم يكن هناك نبوة ولم يكن هناك إمامة فهذا العالم عبث، هذا العالم لا غاية له ولا هدف من ورائه، وعند ذلك يكون العبثية ولا عبثية في حكم الله وفي خلق الله. كما أن النبي لا يمكن لأمة أن تنتخبه وأن تجعله، كذلك لأئمة المعصومين الله سبحانه وتعالى هو الذي يختارهم وهو الذي يجعلهم. وهذه الآيات الكريمة تبين لنا، قال الملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، أنا الذي أجعل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما، أنا الذي أجعل. فالإمامة والخلافة هي تنصيب من الله كما أن النبوة تنصيب من الله. وهؤلاء الذين حكموا ذهبوا واندثروا، ولا تجد إلا اللعنات التي تنصب عليهم من كل مكان، لأنهم أساس الظلم وأساس انحراف النبوة والإمامة عما أسسه الله سبحانه وتعالى. هذه الجماهير الغفيرة التي هبت اليوم في كل مكان من بقاع العالم دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي غرس هذه الغرسة، وهو الذي هيأ العالم لكي يتبع الإمام الحسين عليه السلام. وهذه كلمة جده المصطفى التي هي من دلائل النبوة. ماذا قال رسول الله؟ قال: إن للحسين في قلوب المؤمنين حرارة لن تنطفئ، إن للحسين في قلوب المؤمنين حرارة وحب وحنان، هذا لا ينقضي ولا يمكن لقدرة في العالم أن تقضي على هذه المحبة. فمن جعل هذه المحبة؟
الله هو الذي جعل هذه المحبة للإمام الحسين عليه أفضل السلام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سيجعل لهم الرحمن ودا. هؤلاء أولياء الله الذين لم يكونوا إلا ثلة قليلة في هذا العالم. شوفوا النبي صلى الله عليه وآله استشهد في السنة الحادية عشر من الإمام الحسين عليه السلام استشهد في سنة 61. فكم هناك فاصل؟ 50 عاما كانت كافية لأن يقضوا على الإسلام قضاء مبرما وأن يكون خليفة المسلمين. هو إنسان خمير، إنسان مجرم، إنسان زاني بالمحارم، إنسان لاعب بالقردة، وهذا خليفة المسلمين. فهل هناك انحطاط؟ فهل هناك تخلف؟ فهل هناك جاهلية أعظم من هذه الجاهلية؟ يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، والله إنها من هنا نعلم أن ثورة الإمام الحسين هي التي أحيت الإسلام وأرجعت الإسلام إلى السكة الحقيقية التي وضع الإسلام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى هذا المعصوم القائد الذي كان معه 72 من أصحابه و17 من أهل البيت ومن بني هاشم، يعني كلهم أقل من 100. هذه العدد في مقابل العالم كله، هذا العدد البسيط، كيف أنه قدم نفسه مع ما يملك من العزة والكرامة، مع عرضه، مع أطفاله، مع نسائه، كل شيء وهبه الإمام الحسين لله، فأعطاه الله ما لم يعطي أحد على الإطلاق. هذه المحبة وهذه العظمة للإمام الحسين، والله لو اجتمع الإنس والجن لا يستطيع أن يجمعوا هذه الأعداد الهائلة من مئات الملايين الذين يخرجون في اليوم العاشر. من الذي، أي دولة في العالم، أي حزب، أي دين، بينما شوف الناس باختيارها تقوم هذه المظاهر الخلابة العظيمة التي تدل على الشجاعة والكرامة وعلى العزة، تجد أنهم يتهافتون على الموت، لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا يتهافتون على زهاق الأنفس. هذه العظمة من يستطيع أن يبين؟ والله إني لا أعترف بالعجز، ومن الذي يدرك عظمة الإمام الحسين؟ كيف يحرك هذه الجماهير؟ وكيف أن شعارات الإمام الحسين التي أطلقها لا يمكن لأحد على الإطلاق أن يأتي بمثلها أبدا؟ اليوم ونبعثها اليوم وفي كل زمن هذه الشعارات لا يمكن. ماذا قال الإمام الحسين؟ إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. هذا القول العظيم الذي لا يعلو عليه، وقوله سلام الله عليه: ألا وإن الدعي بن دعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطاقية ونفوس نبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع. أبا عبد الله، ما هذا الشعار العظيم الذي يبين بأن كل إنسان حر في العالم لا بد أن يكون شعاره هذا؟ هيهات من الذلة. والله
لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. سلام الله عليك يا إمام الأحرار. وهذا شعار شيعته اليوم في كل مكان، لبيك يا حسين 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 لبيك يا حسين. لا أريد أن أطيل الحديث عليكم، لأنه في هذه الليلة طبعا أتكلم بكلمة مختصرة، ولكنني أريد أن أتقدم إليكم بأحر الشكر على هذا الحضور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويرعى أبناءكم ويأخذ بأيديكم ويحشركم مع الإمام الحسين، وهذه اطمئنوا إليها. والله حينما تصل هذه الروح إلى الحلقوم عند ذلك ينكشف لكم الغطاء، وتعرفون أن مودة أهل البيت ناجمة، فما أعظمها من نعمة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، حينما يضع أول قدم له في عالم البرزخ ينكشف له الغطاء كل واحد منا، وعند الاحتضاء وعند ذلك يفرح ذلك الفرح العظيم، حينما يشاهد بأن رسول الله وعلي بن أبي طالب والزهراء سلام الله عليهم جاءوا لاستقباله في ذلك العالم، فما أعظمه من شرف وما أعظمه من نعمة. أعظم النعم علينا هي نعمة الولاية لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا، وأن يوفقني وإياكم لإحياء هذه المناسبة العظيمة التي هي حياة لنا في الدنيا وعز، وحياة لنا في عالم الآخرة. أتقدم إلى كل فرد منكم حضروا وأحيوا هذه المجالس بعظيم الشكر وكثير الامتنان على هذا الحضور، كما أنني أتقدم بالشكر الجزيل لكل من تبرع. يا أخوان، يعني الحمد لله رب العالمين أن هذا المكان الصغير، نحن عم نسعى سنوات أكثر أقل، ودائما أنا قلت أنه بدنا مكان أكبر وبدنا نتوسع وعندنا مشروع. أنا أول من جئت إلى هذه البلاد كان براسي مشروع، وهلا ما بدي أذكر. على كل حال هؤلاء الذين كانوا الله يرحمهم توفوا، وأنا الذي سعيت لشراء الأرض هذا المركز الإسلامي وكنت من وراء هذا المشروع، ولكن على كل حال خرجت من ذلك المكان، وبعد هذا الحلم لا يزال في رأسي وفي عقلي وفي فكري. لازم يكون عندنا مؤسسة تستوعب كل ما تحتاج إليه الجالية الإسلامية، فنحن بحاجة إلى مكان. هذا المكان هو عملكم، تعرفوا أنه نحن جددنا كل شيء في هذا المكان، موقف في الخارج، هذه الصالة، المطبخ، الحمامات، كل السقف، كل هذا ببركة كرمكم وعطائكم. أنتم بنيتم وأنتم أعطيتم، ونحن الحمد لله أنه صرنا هلا يعني نلاقي حالنا أحسن من الأول، باعتبار أنه كل شيء أصبح جديد في هذه المؤسسة. كل ذلك ببركة عطائكم وكرمكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليكم أضعافا مضاعفة والمادين. أجركم الله جميعا، ولساني عاجز عن الشكر أكثر من هذا. حفظ مولانا الشيخ، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أتقدم أيضا بالشكر للقراء والمعارفين، أجرهم الله اللي قرأوا واللي عرفوا واللي خدموا لهذا المجلس، مجلس أبي عبد الله الحسين. كما أنني أتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ
فاضل أبو بيعي الذي قام بقراءة مجالس أبي عبد الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيه ويتقبل منه الخير القبول. أقدم بجزيل الشكر لقارئة عزاء النهار مخصوص للأخوات، والحمد لله عامر تمتلئ هذه القاعدة هذه القاعة بالأخوات المؤمنات المحبين الموالين لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي السيدة حنان ميرزا، أقدم إليها بالشكر الجزيل. أيضا أتقدم للذين تبرعوا بالهريسة، الله يجرهم ويتقبل أعمالهم ويخلف عليهم أضعافا مضاعفة. أيضا أتقدم بالشكر الكبير والجزيل للأخوات التي أعددنا لأخواتي أعداد الهريسة، مش مسألة سهلة، أعود الأخوات ناموا في هالمكان وبقوا ليلة وهن ليل ونهار حتى عدوا الهريسة، والهريسة هلأ بكون تدعو لهم لأنها طالعة هالمرة أطيب من كل مرة. على كل حال أجرهم الله، الله يتقبل منهم جميعا. سابعا أتقدم بالشكر للحاج أمير أم علي لخدماتها لهذا المجلس أكثر من 20 سنة، الله يجرها ويطول عمرها ويزيها الخير والجزاء. ثامنا أتقدم بالشكر الجزيل لكل من قدم هدية من لوحات من صور، كل من قدم شيء لهذا المكان ولهذا المجلس أنا له من الشاكرين، وأسأل الله أن يطول عمره ويحفظكم جميعا ويحفظ أبناءكم، وأرجو أن تربوا هؤلاء الأبناء على حب أهل البيت فهو النجاة. أجركم الله وجزيتم خير الجزاء، وأنا حاضر لأي سؤال حتى يحضر سماعة الشيخ. يا اخواني اخواتي بذكركم انه نحن ما انتهينا، نحن ما راح نترك الامام الحسين والشهداء على الارض، بدنا نبقى الى يوم الدفن حتى ياتي الامام زين العابدين من القاهره التي هي نور في هذه الارض، لذلك نحن باقين الى يوم الثلاثاء، يعني نحن اخر يوم يوم الثلاثاء على عددنا من كل، فنامل حضوركم في هذه الليالي، لا تتركونا وتخلونا نستوحش. أنا دائما وابدا بعد محرم بستوحش، ليش؟ لانه كثير منكم مبعوثون. لا توحشونا ارجوكم رجاء حاضر. ضلكم تطلبوا علينا، سلموا علينا لحتى نعرف انه نحن بعدنا احياء. طيب، اللي بده يسال سؤال عن الخدمة، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا بقي مع اولاده ولا ما في، نحن ما في عندنا نحن انه يدفع السيف معه. طبعا بقي مع اولاده بس انه وين وصل الى اخره، هذا يمكن عندنا من الذخائر التي بقيت لصاحب العصر والزمان عجب الله تعالى فرجه. اما انه تركيا هذا حكي ما له حكي صح. ضرمة، شو المقصود منها؟ ضرمة يعني ظلمة سيارة. نعم هذا طبعا يعني ما خرج مع الإمام وهو مستطيع، معناه أنه هذا مخالف لإمام زمان، ومعناه أنه كافر، هذا يؤدي إلى الكفر، بيخالف إمام زمان وبيعصي إمام زمان، وهذا معناه إنه بيعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا إلا أن تكون معصية صغيرة، أما إذا كانت معصية كبيرة لا. نعم. هذه كانت في شريعتهم جائزة في ذلك الوقت. وهذا شو؟
أنا أقول لك هذا لا أصدقه، ليش؟ لأنه وين من التوراة؟ التوراة كلها كذب، فيها افتراء على الأنبياء. تصور إنه لوط على نبينا وعليه أسكرته وشربته الخمر السكر، فقام زنى بابنتين، ومن إجا؟ إجا فارس وقارب، وهودي بيكون فارس أباء أب لأربع من أنبياء بني إسرائيل الكذابين والمنافقين، اللي بيفتروا على الله وبيفتروا على أنبياء. يعني إذا زنى ببنته شوي، من إجا؟ إجا جد أربع أنبياء من أنبياء بني إسرائيل، وهذا خلاف عقيدتنا، خلاف الواقع، وهذا كذب وافتراء على أنبياء الله. إن يكون أباء الأنبياء من الزناة نعوذ بالله، أولاد زنا. مش بس هل يحق المتزوج مرته سليم 100%؟ هل يحق له؟